ألف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم باء بل هو قرآن مجيد تاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ثاء ثم عبس وبصر جيم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب حاء حور مقصورات في الخيام خاء خالدين فيها لا يبغون عنها حولا دال دحورا ولهم عذاب واصب ذال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور راء رب المشرقين ورب المغربين زال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سين سأل سائل بعذاب واقع شين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صاد صاد والقرآن ذي الذكر ضاد ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون طا طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ظ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عين عين سينقاف غين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ف فبأي آلاء ربك تتمارى قاف قاف والقرآن المجيد كاف كاف ها يا عين صاد لا للطاغين مآبا ميم مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان نون نون والقلم وما يسطرون واو والشمس وضحاها ها هارون أخي يا يا أيها المزمل